حضراتكم هنستأنف خبر وزارة الصحة وآخر أعداد من الإصابات ومن أعداد الوفيات، أيضا تسجيل 41 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا وست حالات وفيات. خلونا مرة أخرى نستقبل عبر الهاتف دكتور خالد مجاد المتحدث باسم وزارة الصحة. دكتور خالد أهلا بحضرتك مرة أخرى، كنا بنتكلم آخر نقطة عن حالات الوفيات، تقييم حضراتكم ليها. شوف فندم، احنا النهارده اجمالي حالات الوفاه 30 حاله وفاه، لكن خليني رحمهم الله، لكن خليني اوضح حاجه مهمه قوي. اولا معظم حالات الوفاه بتكون من كبار السن، اعمار كبيره جدا، وطبعا بيكون عندهم امراض مزمنه او حاجه بتؤدي لضعف المناعه. يمكن سوى حاله واحده كان شاب بيبلغ من العمر 37 عام وكان محجوز في احدى المستشفيات اللي خارج مستشفيات وزاره الصحه وهو بيعاني من مرض سرطاني في القولون، وكانت حالته متاخره جدا فتوفاه الله. لكن يعني غير كده كل حالات الوفيات من كبار السن. خليني اوضح كمان حاجه مهمه، ان من 30 حاله وفاه في عندنا يمكن 11 حاله وفاه كانوا محجوزين في بعض المستشفيات الخاصه وتم تشخيصهم متاخر جدا وتم نقلهم الى مستشفيات وزاره الصحه، يمكن لم يعني ما قضوش عندنا يمكن ساعه او ساعتين، ساعات قليله. يمكن في بعض الحالات توفت قبل ظهور نتيجه العينه، يعني سحبنا العينه وارسلناها للمعامل المركزيه للتحليل وتوفت قبل ظهور نتيجه العينه. عشان كده ده بيخلينا نناشد مناشدتين، مناشده للمواطنين وجميع الاسر ان اي حد يظهر عليه الاعراض يتوجه فورا لمستشفيات الحميات او الصدر. المناشده الثانيه لكل المستشفيات اللي غير مستشفيات وزاره الصحه سواء القطاع الخاص او غيرها، انه اي حد من تلك المستشفيات يشتبه في حاله فورا يبلغ وزاره الصحه، لان الوقت بيفرق كتير. يعني لما يكون حضرتك 11 حاله من 30 حاله وصلوا وتوفاهم الله ما قضوش ساعه ولا ساعتين، يعني ما لحقوش اصلا يقطعوا لبروتوكول العلاج او يتنقلوا المستشفى العزل، في حالات توفاها الله في الطريق. فدي يعني دي مشكله كبيره بتخلينا نناشد مرارا وتكرارا من خلال حضرتك الاسر انه اي حد يشعر باعراض يتوجه لمستشفيات الحميات او الصدر عشان يتم تشخيصه والتعامل معه فورا. خليني اسالك يا دكتور، اي حد من المستشفيات الاخرى اللي غير مستشفيات وزاره الصحه بنرجوكم انه اي حاله يشتبه فيها تبلغوا الوزاره بها فورا عشان يتم التعامل معها. خليني اسال حضرتك يا دكتور بسؤال اخر، 563 حاله في مصر لغايه دلوقتي، احنا لسه في مرحله المخالطين ولا خرجنا من هذه المرحله؟ 536 حاله، ما زلنا في السيناريو الثاني. كل هذه الحالات بيتم اكتشافها مخالطين للحالات اللي تم اكتشافهم الاعلان عنهم مسبقا، وبالتالي اتباع المواطنين وادراك المواطنين اللي احنا شفناه اليومين اللي فاتوا للاجراءات الحكوميه وعدم المخالطه او تقليل المخالطه هيكون له اثر ان شاء الله يعني جيد جدا على تقليل عدد الاصابات. خليني اسال حضرتك اتفضل يا دكتور. اتفضلي. كنت هسال حضرتك عن اللي حضرتك بتتكلم فيه، اهميه العزل وان احنا لسه في المرحله الحرجه وان احنا لسه محتاجين نحافظ على العزل، لانه في صور للاسف الشديد خرجت ويمكن هنعرضها على الناس كمان شويه من منتجعات و و و و ففكره اهميه ان احنا لسه محتاجين نحافظ على العزل وعلى الخطوات اللي بتتبع علشان ما نعديش من السيناريو الثاني او المرحله الثانيه اللي احنا فيها. احنا الحمد لله النهارده ما زلنا بنقدر نصل الى الحالات ونتتبعها، او لما نتتبع حاله ونتقصى عنها نقدر نعرف ايه مصدرها. نعم. فاحنا لسه في السيناريو الثاني، الدوله مستعده وجاهزه للسيناريو الثالث بمستشفيات العزل واماكن العزل المختلفه، ولكن يعني خليني اقول لحضرتك انه مهم جدا ان المواطن يساعدنا في ان هو يقلل التخالط عشان اقدر اقلل الاصابات واقدر امر بالسلام. لو المصاب بيتعالج وان شاء الله ربنا يتم شفائهم على خير وما لقاش حد يعديه، انا هعدي. الحاجة الثانية المهمة اللي أحب أوضحها إنه تردد كثيرا اليوم عن زيادة فترة الحضانة من 14 يوم ل 28 يوم. فأحب بس أذكر لحضرتك إنه في بعض المناطق اللي دخول المواطنين فيها غير منتظم، بمعنى إن في مواطنين قادمين من الخارج، في واحد وصل النهاردة، واحد وصل كمان أسبوع، ما بيبقاش عندي أنا تقصي دقيق لموعد وصول آخر شخص. لتطبيق فترة الحضانة أو فترة الحجر اللي هي 14 يوم، وبالتالي في هذه المناطق اللي الدخول فيها غير منتظم بضاعف فترة العزل لمدة 28 يوم بدل 14 يوم. وبالتالي أقدر يعني ده إجراء احترازي، لأن أنا مش لو في آخر واحد دخل وعدى حد في ال 14 يوم يبقى أنا كده هبدأ 14 يوم جديد، فأنا من الأول إحنا بنضاعف في هذه الفترة بنضاعف هذه المناطق فترة العزل من الأول بنقول 28 يوم، لكن هي فترة الحضانة 14 يوم. نعم،
بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة.